سلام، اهلا بكم. في هذا الدرس سوف نتعلم عن الديكريمونت. دونك تعلمنا في الدرس السابق عن الانكريمونت. فوالا اليشي هنا نكريو ان نيو فايل جافا سكريبت ديكريمونت. فوالا اوكي. سوجي جو بلي 7 8 نورمالمون 8 فاكتور 9 6 8 6 8 فوالا très bien. 8. Donc هنا ما يختلف ولا شيء عن l'incrément décrément. Juste quoi? Juste plus plus devient minus minus. Voilà. هذا واش راح يختلف. Plus plus كانت تزيد بواحد، هنا الماينس ماينس تنقص بواحد. والمفهوم اللي حكينا عليه في l'incrément يبقى هو نفسه في الديكريمون، ما كان حتى ديفيرونس. كي نجيو نيكزيكيتيو الكود تاعنا فوالا كما رانا نشوفو 5 هنا ماينس ماينس توت ماينس ماينس. دونك هنا باش نتأكدو من هادو النتائج كيما حكينا في الدرس السابق عن لانكريمو يزيد هنا ينقص، راح نديرو ان بريك اون سي سي ونتبعو الكود تاعنا ستيب باي ستيب. هنا نجيو نستعملو كيما قلنا ديبوغر سات قاعد نحافظنا على سات بور سا. دونك هنا لازمنا نيكزيكيتيو كوم سا فوالا الى شونجي 8 ايشي. دونك ايشي نديرو بريك بوينت فوالا ايشي تاك نيكزيكيتيو ديبوغر فوالا ديبوغر اللي بوينتا على هذا البوان. نجيو هنا الكونسول ونتبعو الكود تاعنا ستيب باي ستيب. دونك هنا من حسب المفهوم اللي تعلمنا ان الاو هو 5، كي يجي هنا 5 يحافظ على القيمة لأنه الماينس ماينس قبل الفاريابل 5 بلس 2 سي 7 فوالا. يجي هنا ينتقل السطر اللي بعده، يعني نورمالمون الأو دوفيان عفوا ماينس حاب يقرا راح ينقص ميزيدش. أنا استعملت أسلوب لانكريمون مش ديكريمون. دونك 5 دونك نورمالمون الاو دوفيان، علاش دوفيان 4؟ باسكو انتقل السطر اللي بعده 5 انكريمونتيها. مي لو ريزلت تاع الاس نورمالمون الاس شحال تكون؟ تكون 7 الاس. فوالا الاس 7. بوركو الاس 7؟ باسكو هو واش استعمل؟ استعمل 5 هذه اللي هنا 5 الماينس ماينس قبل استعمل 5 والدو سي 7. مي اون فوا انتقل لهن لهذا السطر هنايا ديكريمونتاها كانت 4 ولات 5، كانت 5 ولات 4. دونك هنا باش اتوندي دونك هنا جوست مو جو فو با كوم سا جو وا شاك فوا يافيشي لي القيمة تاع الاس شاك فوا تاع الاي شاك فوا تاع الان شاك فوا تاع الجي فوالا. دونك هنا هذا هنا واحدة هذا توسول هذا توسول اي هذا توسول. دونك هذا مزائد. دونك هنا سي الاس اون سانتيغاس كو اس هنا سي بي انتيريسي بي فوالا اي هنا سي الان ان سي لو ان انا لو درني سي جي فوالا. دونك هنا كونترول اس سوغاردي ديبوغر فوالا يبوانتينا على الاس كيما قلنا. نجيو هنا الكونسول ستيب الزوجة وشيوا كيما قلنا ينتقل البوان تاع الكونسول. درك هنا في الكونسول ما يافيشيش، اون فوا ينتقل من الكونسول البوان تاع البي يافيشي من الكونسول فوالا كيما راه نشوفو السات. دونك الكومبيلاتور على لا لين راح يزود لي فاريابل يزودهم بالمعلومات، ولا هنايا كيما في لافيشاج كي بوانتي على لا لين يعني راهو يقرا في قيمة الاس. اون فوا ينتقل السطر اللي بعده يافيشي الريزلتا ولا يزود الفاريابل كيما هنايا الاو دوفيان 4. علاش 4؟ لانه ينتقل السطر اللي بعده كانت 5 ديكريمونطاها ولات 4. مي يستعمل 5 في لاسون هنا 5 و 2 سي اس سي 7 اللي هي هنا الاس 7. نفس الشيء ينتقل هنايا نورمالمون هنا الاو كيما قلنا الاو كانت 5 استعملها هي مع الدولات 7 ومن بعد ديكريمونطا ولات 4. كيجي يستعمل هنا العمليه اللي يستعملها هنا يستعمل بالكات الكات و 3 7 البي راح تولي 7. دونك البي 7 فوالا بي افيش لنا 7
دونك اون فوا ينتقل الكات كانت وشحال كانت كات انكريمونطا ولات كات استعمل هنا الكات ومن بعد كيزيد ديكريمونطي تولي 3 دونك في لاين هذه يستعمل 3 يستعمل 3 اونكور اون فوا يلقى الماينس ماينس قبل الفاريابل يعني في نفس السطر راح يزيد ديكريمونطي يعني 3 يزيد يعاود ديكريمونطيها بواه هذه 3 راح ديكريمونطيها ب 1 تولي 2 2 بلس 2 سي 4 الان 4 كونسول الان 4 كما راه نشوفوا هنايا 4 دونك هنا شحال قلنا قيمه الاو قيمه الاو كانت 3 ديكريمونطيها ولا 2 كي ينتقل من السطر راح يزيد ديكريمونطي القيمه تاع الاو دوفيا 1 الاو الماينس ماينس قبل الاو يعني راح يستعمل الان في العمليه الرياضيه دوفيان راهي 2 علاش 2 باسكو هنا هنا كيما قلنا هنا الاو كان 3 ومن بعد ديكريمونطاها ولات 2 بالان لانه قبل الفاريابل ولات 2 ومن بعد كي ينتقل للسطر اللي بعده ما يعملش ديكريمونط للدو لانه الماينس ماينس قبل الاو دونك كي نجيو هنايا نشوفوا في العمليه هذه يستعمل الدو مي الاو راهي ماينس ماينس قبل الفاريابل وكان نزيد نعاودو نحطوها نوتر اكزومبل نوتر لين هنايا الدو راح الاو راح تولي ان الجي هو الكات راح تقعد كات يعني يا في شي كونسول 1 2 3 4 3 افيش هنا 3 فوالا 4 1 2 هذه تاع جي حنا شي يهمنا يهمنا لو كان نزيدو نعملو هنا بار اكزومبل ان فاريابل ايغريك وهذا الايغريك نقولو له افيش هنا هنايا النتائج كيفاش راح تكون كما قلنا هنا الجي كانت 4 هنا الماينس ماينس جات قبل يعني هنا كيجينا اكزيكيتينا الديبوغر تاعنا ستيب باي ستيب انتقلنا لهنا هنا لهنا 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 عدنا هنايا هنايا كما قلنا الاو شحال الاو راهي 2 الاو راهي 2 مي كاين الماينس ماينس بعد يعني واش راح يدير راح يديكريمونتي نورمالمون في الحاله هذه راح يديكريمونتي تولي 1 مي كي تقول لي قبل كيما هنا ما ديكريمونطاج الاو هنا 2 وهنا 2 يعني ماينس ماينس قبل كي ينتقل ما يديكريمونطيش يديكريمونطي غير في لاني هنا جات بعد يديك يستعملها هي بعد 4 مي كي ينتقل راح يديكريمونطي نشوفوا النتائج يعني هنايا راح يا في شي اوكي ينتقل هنا النتائج راح تكون هنا نورمال هنا 1 فوالا 1 بلس 2 سي 3 ايغريك سي 3 فوالا ايغريك سي 3 دونك هذه هي خلاصة القول في لانكريمون ديكريمون يعني ديكريمون كيما لانكريمون بنفس المفاهيم بنفس التفاصيل اللي شرحناها على ما هنايا واش هي هنا نحطو البلاس بلاس تولي ماينس ماينس توجور الماينس ماينس قبل الفاريابل يعني راح يحافظ على القيمة في العملية الرياضية ويغير من قيمة الأو كي ينتقل للسطر الثاني بار كونتر كي تعود الماينس ماينس قبل الفاريابل يعني ينكريمونتي في العملية الرياضية يعني ينكريمونتي من بعد يعمل العملية الرياضية وكي ينتقل للسطر اللي بعده ما يديكريمونتيش هنا يديكريمونتي في العملية الرياضية كي ينتقل للسطر بعده ما يديكريمونتيش مي هنا يحافظ على القيمة ويديكريمونتي كي ينتقل للسطر الثاني دونك هذه هي الديفرنس نتقي في دورة أخرى إن شاء الله.